انا ما قبلتش شتيمه في مطرب مهرجانات او مطرب. ما انا لسه كنت هسالك السؤال ده. قبلتش. ومطربين المهرجانات برضو بينضموا. ربنا ليه اعلم. انا معادي واحد المفروض انه كان اولئك الناس واحد بيعمل برنامج المفروض انه كان صاحبي فبيتهكم على مطرب من الاولاد اللي انا احتويتهم وبقى ابني من ابنائي. يا سلام، ما انت لميت من وراهم 80 مليون جنيه. لا مش ولا 100 مليون جنيه. لا طارق الاستاذ طارق فؤاد قال كده، بس لميتهم للصندوق طبعا. يعني مش منهم هم يعني. لا انا ظبطت منظومه. طب نشوف الفيديو ونشوف طارق قال ايه. نزلوا الفيديو. اتفضل. ليه ما زعلتش من مصطفى كامل لما ادى تصريح، وما زعلتش من هاني شاكر لما رفض انه يدي التصريح؟ انا ممكن اعتذر لمين؟ لهاني. طب لان هو كان صح، انا اللي كنت غلطان، لان مصطفى صح دلوقتي لانه ياخد منهم فلوس. يعني مصطفى في 3 اشهر الصيف دول في الساحل الشمالي طلع مبلغ 100 مليون وحاجه لصندوق النقابه طبعا منهم. انا من المهرجانات. انا غلطت. انا غلطت. يعني مصطفى كان طلع 100 مليون جنيه من المهرجانات فقط واكتر في 3 اشهر للنقابه والمعاشات، عشان كده انا في ظهر مصطفى وبعتذر لهاني على التصريح ده. طب انت ممكن تغني مهرجانات؟ انت شايف ان انا ممكن اغني مهرجانات؟ لا، بس انا بسالك. لا. رد. اخويا وحبيبي ومن اطيب واجمل الناس طارق فؤاد، بس انا صحح معلومه بقى. ان الفلوس اللي تمت دخولها للنقابه ما تمتش من شعبه الاداء الصوتي. لا، شعبه الاداء الصوتي بس بقت ليها عليها واجبات وليها حقوق. بقوا واخدين كل حقوقهم ومفيش حد يقدر ياخد منهم بريزه فضه بره ايصال النقابه. ولاهم مني كل الحمايه طالما كانوا بيعملوا فعلا زمان، كانوا بيستغلوهم قبل ما انت. لا انا معايا بلاوي. انا معايا بلاوي واعترافات بلاوي. قالوا لي احنا بس انت بقالك سنتين بتقول معايا بلاوي معايا بلاوي في الجهات ما تتكلم في الجهات. طب ما شفناش حد دخل النيابه ولا لا في الاموال العامه. القصه الحكايه كلها في الاموال العامه ولا شيء قانونيه. يعني انت حطيت ايدك على الموضوع وراحوا اتسالوا فتحت تحقيق ودخل النقابه والنقابه للمستشار مجلس المستشاري مجلس طيب دولة. موظفين النقابه هم ولا في ناس مشيت؟ لا طبعا مشيت. لا مشيت طبعا. كم واحد؟ كتير. طيب ما اعضاء النقابه واعضاء المجلس زي ما هم، ايه اللي حصل يعني؟ لا اعضاء الموظفين ولا شفنا حد اتحاسب ولا حد مشي. ازاي في من المجلس ناس من اتحولت للتحقيق في اتحقق معاهم؟ طبعا. فهو دلوقتي يا عم من جهه القضيه. طب انت بتقول لي ان انت مش عارف. ما اعرفش ايه؟ اصدقك ازاي؟ لا عارف بس ما اقدرش اتكلم في امور تحت ايد القضاء. انا ما اقدرش. بس تمت ادانتهم بالفعل وراحوا كل الاولاد اللي كانوا بيعملوا كده شهدوا تاني غير الشهادات اللي جوه النقابه، شهدوا امام الساده النيابه العامه والمستشارين القانونيين فيها. هتيجي بقى بتكلميني على سؤال تاني بتقولي اعضاء المجلس زي ما هم اعضاء المجلس زملائي منتخبين. دول منتخبين. طيب اروح رايح معاك النقطه انت مش هتعرفي تساليها لي ولا المشاهدين هتعرف تساليها لي. هتقولي لي لا طب ما هم اعضاء المجلس اللي كانوا موجودين هم اللي كانوا موجودين قبل كده. كده؟ طيب الحمد لله زملائي معايا على قلب راجل واحد، انا راجل ادير بشكل جيد جدا. واعضاء المجلس دول بيتصفوا بالنزاهه؟ الحمد لله مع فترتي انا مفيش عنديش ديفو بقيل. انا مستلم نقابه. والفتره اللي قبلك ما هم كانوا في الفتره اللي قبلك مفيش اي ادانه؟ ماليش دعوه، انا ادنت اللي كان يستحق الادانه اللي هم نفسهم شهدوا على ان دول كانوا اطراف المشكله. دلوقتي هم اعضاء المجلس، الناس بتنتقد منهم ناس، هاتي لي واحد فيهم عمل غلطه. كلهم ناس دايرين معايا زي الفل وانا محقق الانجاز ده لوحدي. هو انا مستلم نقابه من ايام سيده الغناء العربي ام كلثوم لغايه ما استلمها في 2022 اخر 2022 فيها 69 مليون جنيه. النقابه وانا قاعد معاكي دلوقتي حالا فيها 190 مليون جنيه ارسلت بنوك، غير المعاشات اللي زادت بقيمه النص، غير وانا قاعد معاكي دلوقتي بنات رمضان لاول مره تشهدها النقابه. انا بقيت بهتم بالمعاشات اكتر من الاعضاء العاملين. طيب يا ريت الابتسامه دي والفرحه دي تفضل بعد هذا الفيديو. يلا نشوف الفيديو اللي بعده. عادي، وكتير من المطربين حاولوا يغنوا مهرجانات وفشلوا. مش هقول اسماء لانه هم اصحاب مصطفى. حاولوا يغنوا مهرجانات وفشلوا. لا قول بلا سر خلاص. لا لا حاولوا يغنوا وفشلوا لانه برضو اغاني المهرجانات لها ناسها. مش اي حد الناس هتصدقه في المهرجانات ولا اي حد يبقى احمد عدويه. يا سلام. ايه
عايز ايه؟ ما انت بتضحك اهو بتحضر. لا ده كان في البدايه كان في البدايه. ما انا برضه ما انا دخلت هو كان بيتكلم عن ناس فشله وزمايلك واعضاء في النقابه. مش عارف قصده على مين والله، ما اعرف قصده على مين. كان تقريبا بيلمح على سياده النقيب. قوليلي يا سياده النقيب، بيقول لك واحد صاحبك وحبيبك. والمصحف ما اعرف بيتكلم على مين ولحد دلوقتي. والله لغايه دلوقتي عيني في عينك كده. والله لغايه شاكك في اتنين. قول كده بقى، شاكك في اتنين بس. هو قال لي اسمه. طب خلاص انت شاكك في اتنين وقلت له قول هم مين. اه ما على انا اللي اقول ليه؟ طب هو دور الزمايل ليه؟ انت جايه تولعي الدنيا، انت عايز تولعي الدنيا. وبعدين هنا المرحله دي كانت في بدايتي، قصدت ان لا اتحمل مسؤوليه قراري بان شعبه الاداء الصوتي ده احتويها ولا ان ارفض الوصف اللي قاله على مصطفى قمر. الايه؟ فشله. لا لا، قال لك حاولوا يعملوا مهرجانات وفشلوا. وفشل؟ ما هو فشل مش يعني فشل. لا لا، غير انت فاشل. فشلوا؟ لا، اما اقول لك مصطفى كامل فشل. انت عندك طريقه على فكره لتحوير الامور. ما انت قلت لي والله ايه اللي ما ينفعش اقول على انا هقول لك على حاجه، انا هقول لك على حاجه بمنتهى الامانه. بتهرب. انا بتمنى من ربنا انا بتمنى من ربنا انه كان يبقى عندي سنه الدبلوماسيه او اللوعه اللي انت بتتهميني بيها. ماشي. لان انا خسران كتير قوي. أيوة. بسبب من صراحتك، بسبب الصراحه دي قوي. هاتوا له بقى اللي بعده.